فاولا فكنبغي نشكر رضوان العلاني على الثقه اللي وضعها فيا، وكنشكروا المسؤولين ديال الرجاء بني ملال. فكنظن ان بدينا دابا بحوالي اسبوعين، فحنا كان جينا هنا لقينا الفريق بان اغلبيه ديال اللاعبين فهم غادروا الفريق، فبدينا بشويه بشويه كما كنقولوا. فالحمد لله فبدينا كنشوفوا واحد بان اللاعبين بداو كيجيو وقعوا في الفريق برجاء بني ملال، اللاعبين اللي في المستوى الكبير. كنتمنى ان شاء الله بالمكونات ديال المدينه بالجمهور ديال الفريق ديال رجاء بني ملال باش نقدموا واحد الموسم اللي يكون موسم اللي يستاهل فريق رجاء بني ملال. الكل كيعرف بان رجاء فريق بني ملال فريق عريق في البطوله الوطنيه، فكنتمنى باش نعطيو الاضافه للفريق رجاء بني ملال ان شاء الله. بالعكس فانا الحمد لله حبست الكره يعني دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين. فكنظن ان اللي فرحان ليه هو اننا جينا نخدموا في واحد الجو اللي يكون رياضي، والجو اللي يكون اللي تكون فيه، لان كنعرفوا لان كره القدم فالكل هي الكره الشعبيه في العالم. فكنتمنى باش نعطيو الاضافه للفريق رجاء بني ملال. بالعكس ماشي تجربه قاصحه، فكان كاين شي حاجه قاصحه، فاذا كان العمل وكانت المثابره وكانت الجديه، فكنتمنى من الله باش يوفقنا ويوفق جميع ديال اللاعبين هنا ولا المسؤولين ولا الناس ديال المدينه، لانه باش فريق رجاء بني ملال لانه كنعرفوا فريق اللي عنده تاريخ، فريق اللي كان عنده القاب، اللي كان في البطوله الاحترافيه الاولى. فعلاش لنا ان شاء الله نكونوا واحد الفريق متجانس اللي خلينا نلعبوا الادوار الطلائيه في الموسم هذا ان شاء الله. فبطبيعه الحال فاي فريق الا كيتمنى يكونوا لاعبين اللي يكونوا في المستوى الكبير، هذا ما كينقص من القيمه ديال اللاعبين اللي عندنا هنايا. فكنظن ان حنا بالخدمه كنشتغلوا كل نهار الحمد لله، وكنتمنى ان شاء الله باش نوصلوا لواحد الهدف اللاعبين ديالنا اللي هما اللي غيوصلوا الفريق كامل ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.